هو الخطر. الخطر هو ما تبقى ما تبقاش كاع ما يبقى حتى شي واحد يزرع مطيشه وديك الساعه تيفكر. هذا اللقاء هي مناسبه لتجاوب مع انشغالات المناضلين ديال حزب الاستقلال هنا في عين سبع حي محمدي. انشغالات كبيره، ذكرنا الاسعار والغلاء اللي كيمس الاسر المغربيه والحلول والاراء، تبادلنا الاراء، اختلفنا بعض المرات في الحلول، ولكن لقينا مناضلين مناضلات ديال حزب الاستقلال اللي كيحسوا بالمسؤوليه، كيحسوا بروح التحبئه، كيحسوا ايضا كيطلعوا انشغالات ديال المواطنين باش الحكومه باش القياده ديال الحزب تكلف بهذه المشاكل وتجي بحلول جديده اللي غتنصف السكينه ديال هذا الاقليم اولا، واللي غتنصف ايضا المغاربه وغتخفف العبء ديال الغلاء على الاسر المغربيه. الحكومه كتشتغل ايضا بكل مسؤوليه وبكل عزيمه من اجل تنزيل الحلول على ارض الواقع، وذا بداو اسعار كينخفضوا بالنسبه لبعض المواد. اليوم هي مناسبه تعبئه المناضلين باش نشرحوا ايضا ما تفعله الحكومه اللي هما ناضلوا باش تكون، واللي هما ايضا غيساهموا لانزال الحلول بالنسبه للمواطنين كمسؤولين في النضال ديال هذا الحزب اللي عزيز علينا اللي هو حزب الاستقلال.